يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الجمعة طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة أنحاء. وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة على معظم محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى، والبداية من القاهرة 29-22، إسكندرية 28-20، مطروح 26-18، بورسعيد 28-24، الإسماعيلية 30-20، إلى السويس 29-21، العريش 28-18، طابة 28-22، شرم الشيخ 31-24، والغردقة 32-23، الأقصر 32-21، أسوان 33-22، الوادي الجديد 32-19، حلايب 30-23، وشلاتين 33-25. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.